جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من المدينة المنورة، مستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ألف، تقول: هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لها وقت معين أم أن وقتها يستمر حتى المغرب؟ وفقكم الله وسدد خطاكم. قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مستحبة لما ورد في فضلها في هذا اليوم، في فضل قراءتها في هذا اليوم. قد جاء في الحديث أن من قرأها في يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بين الجمعتين، وإن كان في الحديث مقال، ولكن الاستدلال به على الفضائل الأعمال أمر سائغ عند كثير من أهل العلم. يستحب قراءتها في هذا اليوم، وليس هناك وقت محدد، بل تقرأ في سائر اليوم، في أوله أو في وسطه أو في آخره، فمن قرأها حصل على الثواب بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فيما إذا قرأها المسلم ليلة الجمعة شيخ صالح، هل يكون أصاب هذه الدعوة؟ الحديث إنما ورد في يوم الجمعة، فتقرأ في اليوم، في النهار. في النهار، نعم.